مشروعي مشروعي. ونحكيه على الاستثمار الخاص والتعريف بمشاريعهم. معنا خولة وحمدي في البداية، وإن شاء الله بعد 11 دفعة أخرى من أصحاب المشاريع باش نعرفوا مشاريعهم. برنامج مشروعي اللي يهدف بطبيعة إلى هو ما يهتمش بالتمويل بقدر ما يهتم بالمرافقة والتكوين في مجالات مختلفة، ويسعى إن شاء الله باش إنه يكون عنده في 6000 أكثر من 6000 موطن شغل في نهاية العمل متاعو. على كل حال احنا في ولاية جندوبة، قال اختيار على 5 باش يكونوا حابين معنا، ولكن تعتبر واحدة معناها من صاحبات المشاريع آية لأسباب صحية. والبداية باش تكون مع خولة بلكي اللي عندها مشروع في تقطير الزيوت الروحية. خولة مرحبا بك. مرحبا بك عايشك. اذا يعطيك الصحة يا ليلى، مرحبا بك انت. واحنا نحيو فيكم بطبيعة روح المبادرة وروح الاستثمار والدفع بعجلة الاقتصاد. خولة، لو كنت عرفنا مشروعك الساعة. مشروعي يتمثل في وحدة تقطير النباتات الطبية والعطرية وتثمينة قطر الزيوت، ونحولوها في التجميل والعلاج. قداش انت على ما سمعت منك بكي شوف الكواليس عندك تقريبا عام باللي بديت في المشروع بتاعك؟ عندي تقريبا عام في يعني، والمشروع بدي ملموس. انا من قبل ملي كنت نقرا مغرومه بالحاجات هذيا، نعمل حاجات ارتيزانال في الدار، وكلقيت التشجيع من العائله ومن الاصحاب، وحسيت لي البرودوي بتاعي فيهم مقبول، وقلت علاش لا ان نعمل مشروع حقيقي. يعني البدايه كانت كهوايه ومحبه للخدمه هذيا، وكنت تعمل فيها في الدار وحدك. هي ميلونج بتاع فما حكاية غرام وفما زاد الثراء الجغرافي بتاع المنطقة. نحنا منطقتنا ما شاء الله تزخر بالثروات الطبيعية من نباتات طبية وعطرية ما شاء الله، وزاد الاختصاص في الدراسة. دراستي كانت أنا ماجستير تكميل مريض. الميلونج هذا بين النباتيك والاختصاص هو اللي ولد المشروع كمشروع حقيقي وملموس. بالنسبة للتمويلات، وقت اللي جاتك الفكرة بتاع المشروع هذايا وبديت بشوي بشوي معناها باش تنطلق في مشروع من نوع هذا، لأنه اليوم في ولاية جندوبة وفي تونس بصفة عامة عندنا برشا مشاريع في مجال تقطير النباتات والزيوت الروحية، وخاصة جهة جندوبة اللي تزخر وشمال غربي اللي فيها المنتوج هذا بطبيعته موجود في الغابة بتاعنا. أنت نجحت فيه؟ خاطر المشروع عند برشا كان فاشل الحقيقة وما نجحش وما مشيش معاهم. خاطر وقت نحكيو على مشروع نحكيو على فلوس اللي هتدخل. هذا هو الديمومة متاع المشروع، تقوم على الباعث في حد ذاته. إذا ما يكونش عنده روح المغامرة وأنه يحمل والصبر ما ينجمش ينجح مشروعه. صحيح فما برشا عراقيل برشا صعوبات لازمك تتحمل، مش من أول عطرة باش تسلم. يعني ذيك علاش قلت لكم الأول غرام، حاجة تحبها حتى كان من الأول ما عطتكش مردود طيب يعني برشا فلوس، ما تملش منها، تثابر وتشد فيها. للحمد لله توا المشروع نحس فيه يعني آتى أكله والحمد لله فما يعني فلوس. سامحني لو كان نعرفوا أكثر، احنا خلينا نحكينا فوالا انت توا دخلت في ثم مردودية مادية معناها، وثم زادت تعرف بديت بشوي بشوي المنتوج نتاعك تعرف وفيه قبول. وخلينا نقولوا اللي المنتوج نتاعك زاد معناها اليوم معناها طبيعي 100%، لأنه أنت مشيت في تقطير الزيوت الروحية، لكن بعد بشوي بشوي ثم منتوجات أخرى. صحيح. بدينا من الأول بالتقطير نعملوا نبيعوا زيوت وإدرولا يعني محلو الماء والزيت نتاع النبتة. ومن بعد مثلا نعطينا فكرة على الزيوت اللي عندكم. مثلا عندي زيت الكليل، زيت الزعتر، الكاليتوس، وزاد الدرولا، ماء عطرشية، ماء ورد، ماء نعناع، فليو. حبيت نثمن النباتات الموجودة في الجهة هذيك كلها، خاطر كل نبتة عندها دي فيرتي ميديسينال و كوزميتيك، يعني تنجموا نستعملوها سواء في التجميل ولا في العلاج. وزادا بديت نعمل في لي بريباراسيون، مثلا زيت مساج، نعمل زيوت مساج والحمد لله فما لي كيني اللي يعملوا العلاج، لي كيني ثيرابيوت بورسيل ياخذوا من عندي الحمد لله وشكروه بالبدا لي برودوي. بديت نحكي على التفاصيل ما عطيتش اسم، اسم الماركه بتاعي هي كابي فلورا. كابي فلورا مشتقه من اسمي خوله بلتي، خديت الحروف هي كابي فلورا، هي الطبيعة الناتير النباتات، وبديت بالزيوت
بترولا، بعد خدمت صابون والحمد لله خدمني ومشي بالبداية في المعارض. بعد كنت علاش ما نزيدش حاجات اخرى، عملت كريم دي ماسك، عملت حاجات للتجميل، زيوت شعر، والحمد لله كلهم تبارك الله. معناها جام كامله تاع المنتوج اللي نعاود نذكروا بيه خولة، المنتوج نتاعك. المنتوج نتاعي اسمه كابي فلورا، فيه جمله من المنتوجات الطبيعيه اللي نزيد نعاود نذكر راهي خاليه من اي اضافه، من اي اضافه كيميائيه، كلهم طبيعيين 100%. توا العباد، توا الناس الكل الحمد لله عرفت اللي المنتوج الكيميائي حتى كان نفعك راهو بعد باش يضرك، هيك علاش والت الكل تحب الحاجات الطبيعيه. إذا إن خولة بالتوفيق بالنسبة للمشروع نتاعك، نعاود نذكره في النهاية إنه هذا كابي فلورا موجود في بلطة بوعوين ولا في بوسالم خولة؟ أنا موجودة في بلطة بوعوين ونبيع في بوسالم. يعني المشروع نتاعك المكان نتاعه في بلطة، ولكن تسوق له لك في بوسالم، عندك أسواق أخرى؟ عندي اي اسواق اخرى، عندنا باج فيسبوك اسمها كابي فلورا، الناس كل نجم تدخل وتشوف المنتوجات. نبيعوا في المعارض، موجودين في تونس، شاركنا مؤخرا في معرض الكرم، نشاركوا في المعارض تاع الصناعات التقليديه، يعني في كامل تراب الجمهوريه اي معرض ان شاء الله نكونوا موجودين فيه. وعندنا صفحه على الفيسبوك اللي حاب يدخل ويشوف لي برودوي كابي فلورا، يشوف لي برودوي كل والمنافع، الاسوام، المكونات، اللي حاب يشري عادي كوموند مرحبا بيه. وعندنا زادة رقم الهاتف اللي حاب يتصل بينا، مرحبا بيكم الناس الكل، 52 011 706، 52 011 706. إذن هذه كانت أول باعثة وصاحبة مشروع اللي هي خولة البلطي من بوسالم، عندها مشروع تقطير للزيوت النباتية والروحية، وكيف كيف اليوم اختصت أكثر، معناها عندها مواد تجميلية طبيعية 100%. شكرا لك خولة، كنت معنا من خلال برنامج مشروعي واللي نجحت فيه، موفقة بالطبيعة في مشروعك، ونكملوا احنا وصلنا بك شوية. الحمدي مرحبا بك من جديد. عسلام، مرحبا بك. اللي عندك مشروع حمدي عكاشي في الصناعة، في الطباعة عفوا الرقمية، صحيح، حاجة جديدة ما نعرفوهاش برشا، صحيح، موجود في بوسالم، موجود في بوسالم على الطريق الرئيسي في بوسالم، يعني اللي يدخل بوسالم وهو من جندوبة على الطريق الرئيسي سهل، بل كل شيء. انا حمدي عكاشي، 31 سنة، تكنسيان سوبرير ونوتوماتيزم انفورماتيك اندستريال. بالنسبة للبروجي توا عنده عام وجمعتين بالضبط، تحتفل بالأول عام تعدى. الأول عام الحمد لله. فكرة على المشروع، شنو هو الطباعة الرقمية حمدي، وكيف جاتك الفكرة معناها باش تعمل مشروع من نوع هذايا؟ بالنسبة للتمويلات، كانت تمويلات ذاتية ولا معناها بالبنوك ولا من مشروعي، معناها شكون اللي عاونك باش تعمل المشروع هذا؟ رونتابيليتي نتاعو ناجح لحد الان بعد عام، كيفاش تشوف فيه المشروع نتاعك؟ تفضل. بالنسبة لفكرة المشروع كيف جات؟ بالصدفة، كي نقول لك بالصدفة، بالحق بالصدفة. أنا 2014 مشيت لقطر، عملت دبرت كونترا دو ترافاي في قطر في دومين دو سكي إلكتريسيتي ومانتونونس وميكانيك. بالزهر لقيت روحي في مطبع نخدم، وبشوية بشوية بديت نتعلم ناخذ في الصنعة نتاع الامبريسيون نيميريك. 2016 جيت على اساس على جمعة باش شوية اوراق ادارية في تونس، باش نقد شوية اوراق ادارية في تونس. لقيت روحي دخلت في بشوي جيت نشوف في المارشي نتاع الامبريسيون نيميريك بليسيتي، بصفة عام بليسيتي والامبريسيون نيميريك في تونس في الشمال الغربي. بديت ببوسالم جندوبة، بشوي جيت سما مارشي، يعني في ومارشي فيير جيت سما كيف نقولوا نحن. قلت علاش يعني واحد ديما ما تكون بلادك راه مهما تخرج ديما بلادك. الحمد لله بدينا بشوي مشيت لسنتر دافير، عملت بلان دافير، من بعد عديت البي دي اس، طولت شوي المده الحقيقه باش اما الحمد لله يعني شكريت القرض من البي دي اس. بالضبط، اي تمويل كان من البي دي اس. والتمويل معناها باهي ولا متوسط؟ باهي تسمى 80%، يعني مليون طالب والحقيقه يعني تمام ان شاء الله في الاكستنسيون، واحد يعمل اكستنسيون بحول الله
نكملوا البقية نتاع الماتيريال ان شاء الله. والبداية كنت ليك أيضا في اللجنة الجهوية للبيع في الشبان. بالضبط. هذا هو. بالضبط. اللي رافقتكم زاد وقتها بالنسبة لمجموعة من المشاريع ومجموعة من الشبان اللي عندهم فكرة مشاريع ويحبوا يتصلوا الحساب الخاص. بالضبط. وممكن نقول لك عندها ممكن نسبة 70-80% من إنه المشروع شاف النور بالحق عندها يعني اللجنة الجهوية للبيع في الشبان. وقتها تسكرت في وجهي على خاطر بالاول ما وفقونيش على الفلوس كامله يعني في الـ BTS. اما الحمد لله يعني بالسوكيان يعني برا يعني كويس ما تماش يعني ما تماش موجوده ماهيش موجوده في بداية جندوب موجوده ما قله يعني يعني على حسب المارشي يعني شويه اللي موجودين شويه ضربوا معي بالبونية يعني الحقيقة يعني مشينا مشينا للولاية مشينا للبي تي اس مشينا يعني اللي كيف يقولوا فيه اللي نجموا يعاونوك باش يوصل المشروع نتاعك ينجح والحمد لله يا رب يعني اليوم انت عملت المشروع ناجح المشروع نتاعك اليوم الحمد لله يا رب يعني ناجح ماديا تحس روحك مغطي المصاريف مغطي المصاريف يعني مغطي البي تي اس يعني المصاريف اليوميه الكري كل شيء الحمد لله يا ربي وثم شكون يخدم معاك بالطبيعه اي ثم اي بالطبيعه اي ثم معايا التويكه كله معزوز وان شاء الله وناوي للتوسعه اكيد اكيد ناوي للتوسعه يعني ديجا دير شارج تاع الخدمه يعني زيد شوي وان شاء الله يعني ممكن من الاول العام الجديد ان شاء الله بحول الله نزيد ان شاء الله في الافكتيف بحول الله بالنسبه للمشروع الاسم كريا امبريسيون هو نفس الاسم هو موجود باش فيسبوك باسم كريا امبريسيون فيه يعني اللي يحب يعرف يدخل على الباش فيسبوك يعرف كل شيء ليز اكتيفيتي كل يعني جست لمحه صغيره على ليز اكتيفيتي tout ce qui est publicité, tout ce qui est impression offset, يعني les carnets de facture, les enveloppes, les papiers en tête, les cartes de visite, l'habillage, les véhicules graves, tout ce qui est cadeau fin d'année, les agendas, les stylouettes, les mrais ou les casquettes, يعني impression à la mrais, un temps. يضرب عليها بالحق باش ينجم يقدم ويوصل ويعمل مشروعه الخاص به هكا ولا لا اي صحيح لازم ونشجع اي واحد عنده فكره مشروع يمشي فيها جسكو يعني ما يخافش ما يقولش لا اسكو ننجح ولا ما ننجحش على خاطر هو الخوف بدايه الفشل لازم واحد ما يخافش يؤمن بالمشروع يؤمن بالبوتنسيال اللي عنده بالامكانيات اللي عنده بحول الله ويعطي حق المشروع يمشي المشروع لازم يضرب عليها بالحق باش ينجم يقدم ويوصل ويعمل مشروعه الخاص به هكا ولا لا اي صحيح لازم ونشجع اي واحد عنده فكره مشروع يمشي فيها جسكو يعني ما يخافش ما اسكو ننجح ولا ما ننجحش على خاطر هو الخوف بدايه الفشل لازم واحد ما يخافش يؤمن بالمشروع يؤمن بالبوتنسيال اللي عنده بالامكانيات اللي عنده بحول الله ويعطي حق المشروع يمشي المشروع بحول الله لازم يضرب عليها بالحق باش ينجم يقدم ويوصل ويعمل مشروعه الخاص نقولوا احنا طبيعية 100% احكي لنا عليه الحقيقة هو المشروع في البداية كان وحدة لتحويل النباتات الطبية والعطرية خلقنا المشروع سنة 2017 تحت اسم شركة تشيناروما من اسم تونيزيا وأروماتيك يعني كل ما هو عطري كنا يعني ننتج كل ما هو زيوت أساسية مياه عطرية كذلك زيوت نباتية هذا في البداية. في البداية يعني بداية الفكرة متاعك هكا هي الحقيقة نرجع شوي انه الفكرة كانت عن طريق انه هي تجربة شخصية الحقيقة انه كيف اي متخرج جديد من الجامعة كان عندي ميل كل ما هو عمل في القطاع الخاص حاولت انه نطور من نفسي يعني دورات تدريبية بعيدة
حكينا بها والمراحل، كذلك كمرأة ما تنجمش تقدم توصل وحدك، حاولنا نثابره وعملنا المشروع هذا ترسخ الفكرة جينا فيها عن طريق الحصول كذلك على تمويلات مع منظمات عالمية وتمويل ذاتي. بدينا بها الفكرة الأولى اللي هو المشروع جينا روما. بعد مرحلة وين كان المقر نتاعو؟ المقر الأول في الأول كان في منطقة جليلية في جندوب، في مدينة مدخل مدينة جندوبة، قبل شوية الناس بشاف قبل الرومبون تاع بلادي. لكن بعد الوقت يعني قمنا بالتوسعة، انه قمنا ببناء الوحدة الخاصة بنا اللي متواجدة حاليا في حي الرياض قريب يعني في من ملعب وين السنيت، اي السنيت في مدينة جندوبة. وكذلك قمنا ببناء يعني نقطة بيع يعني جديدة اللي هي افتتحناها عندها مدة يعني اسبوعين، هي الحقيقة كانت توسع للمشروع الأول اللي فيها العرض نتاع المنتجات نتاعكم، عرض لكل منتجاتنا الطبيعية لأن نؤمن بكل ما هو طبيعي. يعني أعطينا فكرة نبيعوا فيه كل زيوتنا الطبيعية اللي تتبع شركة جينا روما من الويلي سونسيال فيجيتال فلورال، وكذلك يعني بيع كل المنتجات الطبيعية الأخرى مثل العسل الصابون مواد التجميل، لكن كله يعني الباز نتاعو انه لازم يكون بيو خالي من اي حاجة كيميائية. وكذلك فيها تعريف زاد لمنتجات اصدقائي كذلك باعتين المشاريع، انه انسان صحيح يعني عنده صحيح منتجات ويحاول انه يعرف بها، لكن لما لا يعني انه العمل زاد ما في مجموعة انه تعرف زاد منتجات اصدقاء كذلك هم باعتين مشاريع. انت عطيتنا فكرة توا على المشروع، لكن خلينا نشوفوا شنو تقدم بالضبط. انت قلت ما مجموعة من معناها الزيوت المختصة في النماذج الروحية تاعنا تاع الشمال الغربي تاع جهة جندوبة، شنو بالضبط؟ لانه فما احنا ندخلوا حتى على الباج ونشوفوا وهي ستيل فارماسي معناها طبيعية تاع اول مرة معناها تكون موجودة في جندوبة، لومبالاج ياسر زاد مزيان، فكرة معناها على الحاجات اللي تبيعوا فيها، باش اللي يسمع فينا يعرف شنو تبيعوا انتوما، شنو تقدموا بالضبط. فما دويات وإلا كلها في مجال التجميل ولا شنو بالضبط؟ لا لا الحقيقة الأدوية يعني بعيدة عن العمل نتاعنا، احنا نبيعوا صحيح الزيوت هذه الأساسية اللي هي ليسونسيال، هي ذات يعني منافع عندها ليبرتيون، عندها منافع فوالا ماهيش دويات. يعني يعطيك صح، هذا باش نوضحه هذا للتوضيح. ثانيا المنتوجات اللي نبيعوها كيف الزيوت الأساسية اللي ليسونسيال كيف زيت الريحان زيت الكالاتوسية كلها موجهة طبية، لكن انه بعيدا كل عنه الأدوية. يعطيك صح. وبالنسبة للمواد التجميلية، مواد التجميل هي كل ما هو مثلا الكريم لي ماسك لي جيل اللي تخص البشرة وتخص الشعر والشعر لويد المساج زاد الأوجاع كله يعني موجود عندنا، كذلك زاد الأنواع حتى الصابون بكل أنواع وموجه لكل يعني نلقوا فيها مش القوة احنا زيحة بتاع مثلا كالاتوس ولا ريحان كما قلت انت، يعني نلقوا أنواع مختلفة من الحاجات هذوما الكل في مواد قاع صنعها. واحنا قلنا بكري شوية هو في هنا في جندوبة، يعني عندك مجموعة من الناس اللي يخدموا معك، قديش من واحد تقريبا تشغل معاه حاليا؟ هو فما الديريكت ولا الديريكت مع بداية المشروع عدنا، هو المشروع أول حاجة هو اقتصادي تضامني، يعني نتعامل مع كل ما هو بوبيلاسيون لوكال السكان اللي يقومون بجمع النباتات، يعني هو تحقيق كذلك مورد يعني رزق لهم مورد موطن شغل هما. وكذلك في في الـ في الـ في هنا في ولاية جندوبة وفي الشمال الغربي في ولاية جندوبة، لكن بالعمل يعني المحل نتاعنا حاليا انا حاليا هو ثلاثة، معناه غير انه البوبيلاسيون لوكال يعني نقولوا احنا مجموعه شبكه ناس تخدموا مع بعضكم باش تخرجوا منتوج في الاخر مزيان وحلو برشا، واللي يحب يكونتاكتيكم تعطيهم فكره على الادريس وين حاجه على صفحه الفيسبوك جينا روما، نجم يعني الناس كلها تدخل لها، موجوده فيها كل المنتوجات نتاعنا وحتى منتوجات اصدقائي نعرفوا بها
معناها الزيوت، طريقة الاستعمال، الفيرتيو ميديسينال نتاعهم. كذلك عندنا سيت ويب، لأنه وقع يعني خلقه مع المنظمة العالمية للطبيعة WWF، هو موجود فيه زادة كذلك التعريف بمنتوجات تشيناروما www.y-tunisia/tunaroma. كذلك الاتصال بنا على الرقم 22 470 980. والمقر؟ المقر موجود في حي الرياض في السنيت. شكرا لك مدام أمال، عطيتنا فكرة عن المشروع متاعك في إطار برنامج مشروعي. بالتوفيق وبنجاح، وهم المشاريع الناجحة إن شاء الله بمزيد التألق والنجاح. ونختم مع أيمن. مرحبا بك أيمن خريسي من جندوبة، نتعرف عليك قبل كل شيء. أيمن خريسي، متخرج من المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بجندوبة، متحصل على الإجازة التطبيقية في الهندسة الميكانيكية اختصاص تكنولوجية الخشب. بعد القراية قعدت نفكر في البروجي، نحل البروجي في البواي لاميبلومون. من بعد جاني دي زوفر تاع خدمة، مشيت خدمت في تونس في بيجا، شفت لي زاندستري، شفت الخطر اللي زاد ما تعطيكش مثلا برشا براتيك، اكثر تيوريك، مي في الخدمه انك تابليكي لي زانفورماسيون الحاجات اللي قريتهم. صح، الحاجات اللي قريتهم. بعد قعدت نخمم، عندي لي كومبيتونس سوار فير، علاش لا ما نعملش بروجي. ديجا نحن جهه جندوبة ناقصه في الميدان هذا، اللي هو كوجينات جدد العصرية، الدريسينج، لي بورت بلاندي إيطاليان، لي بورت إيزوفلان، وتعليش ليه ما نبعثش المشروع. مشروع جاتك الفكرة في المجال هذا، جاتك ساعة، وبحكم زاد ثم التشجيع على الاستثمار وتشجيع لصحيب الشهادة العليا كون الدولة تمولهم. جاتك ساعة يعني التمويل، ما لقيتش إشكال في التمويل. هو المرة الأولى قلت لك هذوما الواحد تشجع فيهم، العائلة اللي عنده لي كومبيتونس وقراها والدومين اللي اختاروا باش يقراه، وزادت الدولة مشجعة سواء في جندوبة كونها ثم تشجيع الاستثمار في جندوبة عندك ديزافونتاج، ولا أصحاب الشهيد العليا زاد مشجعة فيهم الدولة ذوما لزوما. جيت وعملت المشروع بتاعك. أي قدمت. قديش عندك أنت توا تقريبا مشروع عام؟ عام، عندي عام على المشروع. وتو نحن نستالي في بيبينير جندوبة، محضنة المؤسسات في جندوبة، عندي عام. والمشروع رنتابل، معناها المداخيل تحس في روحك تقدم بالقداء، ما لقيتش إشكاليات، معناها سافا المشروع بتاعك من المشاريع الناجحة يعني بالنسبة للمشاريع الشبان في جندوبة. والله الحق هو المشروع نحن اللي قام دي برودوي اللي نقدمه فيها حاجة جديدة نتصور على الكليون، خاطر نحن نقدمه في كوجينات دي كونفاري في دينيكس، معناتها حاجه نصور مثلا مش فارق ما بين واحد مثلا يعيش في فرنسا ولا في المانيا، نفس الشواق اللي فورنيسور يجيبوا دي برودوي انترناسيونال، حوايج معناتها دي كاليتي ماهيش. ولهنا يمكن البري على السلعه اللي موجوده في السوق اعلى شوي، مي الكاليتي والبرودوي احسن برشا. يعني ديجا قاعده تخرج الخدمه، ديجا تخرج، اما المشكلة يعني في الفلوس اللي هي غالية، باش تبيع حاجة من نوع هذاك غالية شوية، يعني المستهلك يستغلها. المستهلك يستغلها، وحاجة أخرى الامبلاسمون ماهوش سيب للكليون. أنت وين؟ أنت في البيبينيير، يعني ما عندكش بقعة خاصة بيك؟ شوروم لا، ما عندناش شوروم. هذاك هو اللي أنت ماذا بيك توفره في المرحلة القادمة. هذا هو. بلا قلنا بالنسبة ليك أيمن، اللي يحب يكونتاكتيك يتصل بي عن تاك قديش؟ رقم 27 144 543. واللي يحب يشوف الخدمة نتاعك ترى باش فيسبوك، فيسبوك برو ديزاين كوزين نورويست، نحن في بيبينير جندوبة انستالي. معناها اللي يحب يشوف يمشي بيبينير جندوبة، اللي هو موجود بحلالي زيت، معناها سهلة هنا وإحنا داخلين المدينة جندوبة. جيت حاجة أخرى حاب نضيفها، مادام نحن في الراديو، خاطر بكري كنت نسمع في البرنامج تاع تشجيع الشباب السعيد العليا وتشجيع على الاستثمار، كونه نحن مثلا ثم دي بروسيدور عملناها مكل شو اسمها، كونك تعمل ديكلاراسيون قبل ما تحل بروجي نتاعك على اساس من بعد باش تاخذ منحه تشجيع الاستثمار 30% من الكود انفستيسمون،
اللي انت هذيك في ليتيل دو بروجي نتاعك تحط تقرا حسابك تقول لو عندي 30% من كود دو بروجي نجم نستغلهم في حاجات اخرى من بعد كان لانسي مشروع. تو مثلا دوسي قدمته في فيفري تو مثلا مش حتى ريبونس تمشي تسهل كل القانون الماليه ماهوش واضح وما عندناش يعني هذا ما بين الاشكاليات اللي عند بعض الشبان انه ثم 30% موجهين لاصحاب المشاريع يعني مشان المشروع لكن مش موجود في اطار تشجيع الاستثمار. زدنا احنا تو انا مثلا في المشروع هذا نخدم واحد اللي هو يلزمك تخدم معك شكون وتخلصهم مش يخدم بلاش اللي فهمتك. كيف من بين الاشكاليات اللي عطاتكم انتم كبائع؟ صح. وزدت حاجه اخرى لو البرودوي اللي نشرو فيه مش من جندوبة من تونس نحن نورمال اولي منتج ضمن بالحق لو ماتيير بريمير وترونسبور حتى الماتيير ثم بتاع الماشين هذه من المعوقات تعيقك باش المشروع ينجح اكثر ويتوسع. الأوبجيكتيف كونه ينجح المشروع ينجح في جنته بالزيادة والكيف بيجوا يتعرفوا وعليش لا يولي حاجة صناعة. شكرا لك أيمن خليسي من جندوبة في وإن شاء الله موفق في المشروع نتاعك. هذه لمحة عن بعض الشبان في المشاريع اللي وقع لهم الاختيار في برنامج مشروع من بين المشاريع الناجحة. احنا هكا نكون وصلنا لفقرة متابعات ونمشي لفصل غنائي بعد شوية استنونا نحكيه في هذا الصحيح في الانتهاكات اللي تخص الطفولة بولاية جندوبة.